تختص لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بدراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالإسكان والكهرباء والبلديات والبيئة وغيرها. وتضم اللجنة عددا من السادة النواب الذين ناقشوا وسنوا مختلف المقترحات والقوانين في الفصل التشريعي الرابع للبرلمان البحريني. لجنة المرافق العامة والبيئة هي أحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب، والتي عملت على متابعة مجموعة من المقترحات والقوانين التي من شأنها المساهمة في التطور البيئي والتنمية المستدامة. وقد أحالت اللجنة حوالي 316 موضوعاً ورفعت ما يقارب 311 تقريراً في مجموع الأدوار الانعقادية للفصل التشريعي الرابع، وبنسبة وصلت 98.4% من الموضوعات المنجزة. أبرزها تنظيم حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من المملكة إلى الخارج، ومشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، ومشروع قانون يهدف إلى إعفاء المواطنين من أداء بعض الرسوم عند تسجيل العقار أو نقل ملكيتهم لمرة واحدة لغرض السكن، ومشروع قانون يهدف إلى الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية وتفعيل دورها. ناقشنا العديد من القوانين المهمة اللي تتعلق يعني بأمور كثيرة داخل البلد، تنظم قطاعات كثيرة من ضمنها قانون النظافة، قانون تسجيل عقاري، قانون الدفان الرمل البحري، قانون تخصيص 50% من السواحل الجزر للمشاريع اللي تكون سواحل عامة مفتوحة. هناك الكثير من القوانين اللي تتعلق مثل ما قلت بأنشطة بلا شك ستساهم في تعديل أمور كثيرة البلد محتاج لها. جهود مشتركة تكللت بلقاءات وتعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أثمرت بنتائج إيجابية عدة من خلال الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية والمنتديات الثنائية. السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة كانت متعاونة جدا ودعم حق عمل اللجنة. تقريبا كل اللي طرحناه ونقشناه بالتعاون معهم. في هناك وزراء فعلا تعاونوا معنا بشكل كبير، تعلق بالأشغال والإسكان والبلديات والصيد وقطاعات كثيرة مرتبطة بعمل اللجنة والبريد والمواصلات. في كل هذه الوزارات تعاوننا معهم في أن احنا القوانين اللي نناقشها تكون قوانين ماخذين جميع الآراء، بما فيهم مؤسسات المجتمع المدني، بما فيهم الجهات والأفراد المهتمين في القطاعات اللي احنا نناقش قوانينها. ومع انتهاء دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع، فلا زالت اللجنة في طور إنهاء 4 مشاريع بقانون واقتراح واحد بقانون، والتي من المزمع انتقالها لدور الانعقاد القادم.